المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، فمنورنا في البيت الكبير. ربنا يخلي حضرتك. وعايزين نعرف بقى اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي. كانت اول مباراه رسميه كانت بعد ما حضرتك اتمرنت مع الفرقه 3 ايام بالظبط. بس بالظبط 3 ايام، عشان كده بقول لحضرتك اول ماتش ليا ما كانش حد عارف اسمي. في لعيبه بتقول لي يا كابتن في الفرقه في الماتش، لما اجي باصي مثلا كابتن مش عارفين اسمي. 3 ايام اتمرنت معاهم، اول ما طلعت من الدرجه الاولى كان من ضمنهم تاني يوم كان المعسكر، يعني كان تاني يوم يعني يعني اتمرنت تمرينه. وكابتن زيزو اتكلم معايا وانا ماشي في الطريق، فعادي يعني خارجين من النادي بقى هروح. فبيقول لي يا رامي انت جاهز انك تلعب بكره بعد بكره يعني وكده؟ قلت له بعد بكره اللي هو ايه؟ ماتش الحرس. قال لي هتلعب عادي وانا واثق فيك وكمان. فقلت له هلعب ايه؟ قال لي هتلعب ديفندر. قلت له كمان؟ يعني انا اصلا بلعب باك رايت، انا اصلا باك رايت. انت بدات كمان باك يمين؟ انا اصلا من الناشئين في جيلي بقى طول فتره الناشئين باك يمين؟ ما لعبتش مساك دي خالص. ولا ديفندر دي ما لعبتهمش، هو باك رايت انا اصلا. اوكي. طيب لما قال لك بقى كده؟ فاتفاجئت طبعا. هو كمان بيتحمل عليا مسؤوليه ان انا العب ديفندر، وكان في ديفندرات تقيله موجوده يعني. كان في ناس تقيله يعني كابتن محمد شوقي وكابتن حسام عاشور وشهاب، وفي لعيبه اسامي تقيله كتيره موجوده. فقال لي طب سيبني اشوف الدنيا، بس انت بس جاهز؟ قلت له طبعا انا من جوايا خايف، بس طبيعي. دي فرصه يعني اي حد مستنيها طبعا. فقلت له طبعا جاهز، وانا اصلا خايف، انا اللي عايزه يرجع في قراره. بس فقال لي خلاص ماشي على خيره الله. فانا اتمرنت معاهم تاني يوم وطلعنا على الاوتيل. حتى بقيت بشوف مثلا ما كانش في برضه السوشيال ميديا قوي زي دلوقتي، فمش مركز الناس بتقول ايه، او يعني حتى والدي ووالدتي يعني قلت لهم انا بكره موجود في الماتش، بس ما قلت لهمش ان انا هلعب يعني. هو ما قاليش ان هتلعب اساسي يعني، هو ما ادانيش قرار. قال لي انت موجود. هلعب يعني، خليك مستعد وانت مع الفريق. بس اكيد مش هلعب. طيب الطبيعي ان انا مش هلعب. الطبيعي كمدرب مش هيلعبني. بالظبط، انا متواجد في الصوره طيب. معاهم. وبعدين فوالدي ووالدتي بابايا طبعا في العياده، مش سمع صوتي واسمي وانا في الماتش وهو في العياده يعني. عنده يعني كمان بابا اتفاجئ ان انا بادئ بلعب الماتش. ساب العياده وروح طبعا عشان يشوف يعني الماتش في البيت، عشان يتفرج عليه بمزاج يعني. وبعدين فاتفاجئت طبعا في المحاضره، فكابتن زيزو بيحط التشكيله، فحط رامي. فاللعيبه عماله تبص جنب بعض، مين رامي ده؟ يعني في لعيبه عرفت وفي لعيبه يعني عمي انا شايف بعينيا، عشان كنت قاعد في الاخر خالص، انت عارف قاعد ورا خالص في اخر كرسي، فبصص على اللعيبه. اظهر رامي، انت فين رامي؟ مين رامي يا جماعه؟ بس فاللعيبه طبعا بتقول لبعضها، فخلاص يعني بقيت مركز ان انا لازم اعمل حاجه كويسه. بس مسؤوليه كبيره ونزلت. يعني مسؤوليه كبيره طبعا. وكان الفتره دي كانت النادي الاهلي تعادل. يعني كمان ما كناش ماشيين بشكل ما ده الدوري اللي جه بعد صعوبه من الزمالك لما تعادلنا 3-3 يعني. فكان الدوري ده كان ليه طعم ليا بالنسبه لي مختلف، لان طبعا اول دوري ليا وكان حلو يعني. فكان اول ماتش للحرس طبعا ساعتها.